كل المحطات العربية وكل المنتجين اليوم عندها توجه بأنه نخرج من حالة عرض الأعمال بزحمة خلال فترة شهر رمضان المبارك. خلال فترة شهر رمضان من كمية الأعمال اللي بتكون بانتظار العرض أحياناً ما بيصير في تركيز على العمل، يعني أنت عم تشوفي مقتطفات من 20 أو 30 عمل عم ينعرضوا أحياناً على محطة واحدة، فكيف بدها توصل رسالة العمل بشكل مهم؟ أنا برأيي اليوم اختيار أن يكون عرض العمل خارج الخريطة الرمضانية، يمكن هذا الكلام سابق لأوانه، لكن اختيار أن يكون عرض العمل خارج الخريطة الرمضانية هو مصلحة العمل. هذا عمل يحتاج أنا برأيي أن يشاهد بعناية، ومن المهم جدا أن يشاهد بنفس ليس استهلاكي، أو يعني أنت عم تشوفي عن قضية، يعني عم تشوفي عن قضية جدا إنسانية، عن قضية يعني تمس الكثير من العائلات والكثير من الضحايا اللي فقدوا أحبائهم نتيجة الأفعال الإجرامية لهذا التنظيم المجرم. اليوم نحن عم نركز مثل ما قال الدكتور على ما لم يركز عليه الإعلام، وهذا شيء كتير مهم، لأنه الدراما توصل الرسائل بشكل أفضل بكثير، مع احترامي الشديد للعمل الإعلامي أكيد، لكن بين أن تكوني عم تنجزي عمل وثائقي أو بين أن تقدمي قصة حقيقية أو مستندة إلى أحداث حقيقية من خلال معالجة درامية، هذا بيمس الناس، بيمس مشاعره بشكل أكبر. وهون تكمن أهمية الدراما وخطورتها بنفس الوقت، أنك أنت بتقدري توصلي لأكبر كم ممكن من الناس في بيوتها، في أرواحها، من خلال رصد هذه الأحداث وتشكيلها دراميا بشكل لطيف ومؤثر إنسانيا. نعم.